يواصل مهرجان أضواء الشارقة استقبال الزوار أمام المعالم التي اختارتها هيئة الإنماء التجاري والسياحي لتكون ضمن المهرجان. محمد عبد الله زار معالم المنطقة الشرقية وأعد لنا التقرير التالي. 9 مواقع متوزعة في أرجاء إمارة الشارقة هي ما يضمه مهرجان أضواء الشارقة بدورته 11 التي تحمل شعار أصداء من المستقبل. وللمنطقة الشرقية نصيب كبير منها، حيث نرى هنا في مدينة دبل حصن الأضواء تتألق على مسجد الشيخ راشد بن أحمد القاسمي، وهي أضواء مستوحاة من الجمال والإبداع، تحمل نقوشا وزخارف تعكس الفن الإسلامي. هنا أيضا في مدينة كلباء تتوشح واجهاتها بالأصالة وأشكال نابضة بالحياة تتجلى من خلال أضواء المهرجان. فعلى مبنى الموارد البشرية تتجلى الألوان والأشكال الفنية المتنوعة من خلال أنماط هندسية تضم نقوش الأرابيسك الإسلامية، إلى جانب القصص المصورة التي تحتفل بالإرث الإسلامي العريق وتقدم رؤية لماضي ومستقبل الإمارة. اليوم رأيت عرض أضواء الشارقة، وهو عرض مبهر، وأنصح الجميع بعدم تفويت هذه الفرصة للاستمتاع. المباني الحكومية في مدينة كلباء توشحت هي الأخرى بأضواء المهرجان لتأخذ الزائر في رحلة بصرية ممتعة. ولدى زيارتنا بخور فكان نرى إبداع الأضواء يتجلى بانعكاسه على صفحة مياه سد رفيصة. فما بين مياه السد والجبال المحيطة به تحولت المنطقة لمسرح بانورامي يجسد لوحة فنية تنضح بالجمال وتعرض قوة التصميم والإرادة تحت عنوان الحلم بالمستحيل. طبعا نحن كل سنة بنحاول إنه نزور كل المواقع تبع مهرجان الأضواء، وجميل جدا لأنه بيحوي التكنولوجيا وبيحوي العمل الإنساني الحلو، وبيعبر عن الشارقة مدينة الثقافة ومدينة العائلات، لأنه هذا برأيي أفضل عروض عائلية ممكن إنه تنشر الثقافة بين أفراد المجتمع، وبطريقة كتير فنية جميلة بترفع من مستوى الثقافة عند الناس وسويتهم. مهرجان جميل جدا الصراحة تقدمه حكومة الشارقة، فمهرجان نادر تشوفه في مكان، أضواء جميلة وأصوات، وتحصل رسومات تاريخية يعبر عن تاريخ المكان، بتحصله في الأماكن السياحية اللي في الشارقة. العرض يسرد أيضا قصة صبي صغير يسعى لتحقيق حلمه بلمس القمر ليحقق بذلك شعار المهرجان أصداء من المستقبل، ويفخر بجهود سنوات من العمل الدؤوب والسعي المتواصل لرسم ملامح مستقبل مشرق لإمارة الشارقة.